menghafal Al-Quran 30 juz. Dengan demikian nanti kita akan mempersembahkan mahkota terbaik untuk orang tua kita. Ya. Dan ini mereka sudah diperkenalkan, bukan hanya sekedar omongan, mereka sudah buktikan. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه